تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية والاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي بطوكيو خلال الفترة من 9 وحتى 11 من يوليو القادم. أوضحت الأمانة العامة للجامعة أن المنتدى سينعقد لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية. نوهت الأمانة العامة إلى أن الدورة الخامسة للمنتدى سيتم استضافتها في اليابان لأول مرة منذ 11 عام منذ استضافة فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى عام 2013. وجه وزير البترول طارق الملا بأهمية زيادة تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية على كافة المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية وتكثيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنابيب على مدار فترة إجازات عيد الأضحى وما بعدها. جاء ذلك خلال تفقد سير العمل بغرفتي التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول، حيث أكد الملا على أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلي خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية والكوادر العاملة بها والتي اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير، مشيرا إلى أهمية ما تم تطبيقه من تحول رقمي في إدارة ومراقبة منظومتي مصافي التكرير ونقل وتوزيع المنتجات البترولية التي توفر على مدار الساعة بيانات لحظية حول عمل المصافي ومعامل الجودة بها. في أسواق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين والأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد والأجانب والمصريين نحو البيع، هذا وقد ربح رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 1.793 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 26417 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 5929 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.19% ليصل إلى مستوى 8555 نقطة. في أسواق البترول العالمية تبينت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد بيانات أمريكية تحدثت عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 29% ليصل إلى 82 دولار و84 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 32% ليصل إلى 78 دولار و75 سنتا للبرميل. هذا وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.47 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.17% لتسجل ما قيمته 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر. ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 13242 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من يونيو، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة وأميرة. شكرا لك.